والآن إلى بريطانيا، حيث تعرض وزير الخارجية ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب استئجاره طائرة فاخرة تقدر قيمتها بنحو 42 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من 50 مليون دولار، للقيام بجولة في آسيا الوسطى. يعني شوي صارف كتير. ذكرت صحيفة ميرور البريطانية إن وزير الخارجية سافر الأسبوع الماضي لخمسة أيام إلى طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان ومنغوليا. طبعا هاي الجولة يا حنين لديفيد كاميرون أثارت انتقادات واسعة في الشارع البريطاني، وبريطانيا مش متعودين على البذخ إلى هذا الحد على فكرة زي الولايات المتحدة، فالصحافة شبهتها بأنها تشبه جولة الأخوات كارداشيان، طائرة بأكثر من 50 مليون دولار بها مميزات فارهة وطاولات طعام خاصة ومنطقة استرخاء منفصلة بها أرائك كبيرة وطويلة، وكل هذا في وقت صعب صحيح يعاني فيه البريطانيون من غلاء المعيشة، ويظهرون ذلك في كل حديث لهم. الجولات الجوية بالمناسبة للمسؤولين البريطانيين دائما ما تثير الأزمات يا رب. صح، وقصتها قصة خليني أخبركم مشاهدينا. تثير طبعا هذه الجولات دائما الأزمات للمسؤولين في بريطانيا. ففي العام الماضي تعرض سلف كاميرون جيمس كليفرلي لانتقادات بسبب فاتورة تبلغ حوالي 400 ألف يورو عندما استخدم نفس النوع من الطائرة في جولة استمرت 8 أيام في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. أيضا تعرض ريشي سوناك لانتقادات بسبب ولعه بالسفر الجوي لمسافات قصيرة للرحلات داخل المملكة المتحدة، لكن في 2023 سافر سوناك إلى لندن من دورست بطائرة هيليكوبتر وعاد إلى جنوب غرب إنجلترا بالطائرة في صباح اليوم التالي بدلا من ركوب القطار. اختار رحلة تكلف 6000 جنيه استرليني بدل من 30 جنيها استرلينيا ثمن رحلة القطار. أما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون فأنفق 900 ألف جنيه استرليني على طلاء الطائرة الرسمية بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق حتى يتمكن من السفر حول العالم بألوان علم الاتحاد، كل ذلك بعدما اشتكى من أن اللون الرمادي السابق لها كان باهتاً على ما يبدو. حتى اللون يعني مهم جداً بالنسبة كان لجيمس كاميرون، يعني كلف الخزينة الدولة كل ذلك عشان طلاء طائرة مع أنه اللون الرمادي هو لون بريطاني بامتياز بشكل عام. طبعاً. طيب، إذا مشاهدينا كل هذا في وقت كما كنا ذكرنا يعاني فيه البريطانيون من أزمة غلاء المعيشة هي الأسوأ ربما منذ 40 عاما يا حبيبي. وكانوا يتوقعون في عام 2024 أن تأتيهم انفراجة، ما هي آرائهم حول ما فعله كاميرون أخيرا؟ إذن كاميرا أخبار الصباح استطلعت الآراء. هذا دليل على حجم الهدر الحكومي، يجب إيجاد طرق أكثر فاعلية لتنفيذ الأعمال حتى لو توفرت هذه الأموال من خلال فرض ضرائب كبيرة على الناس. هذا لا يعني أن للحكومة حق التصرف بها بهذا الشكل. إذا كانت كلفة استئجار الطائرة من أموال دافعي الضرائب فأعتقد أن هذا يتناقض بشدة مع غلاء المعيشة، لكني لا أعلم حقا مصدرها. زيارة آسيا الوسطى مهمة ولكنها ليست بأهمية استئجار طائرة خاصة بخمسين مليون جنيه. عار عليه إذا أخذنا بالاعتبار وضع الاقتصاد وكلفة غلاء المعيشة في البلاد هذه الأيام، فإن قرار كاميرون لا يمكن تبريره أبداً.